نحن البشر صناع واقعنا، نصنعه بإرادتنا ووعينا. واقعنا بين الأسئلة والأجوبة، معي أنا أحمد برقاوي. أيتها السيدات، أيها السادة، كتبت مرة وأنا في الشام مقالا بعنوان عودة إلى فكرة القميص، وأحب اليوم أن أحدثكم انطلاقا من السؤال الذي أطرح: ما معنى السلطة قميصا؟ أحب أن أشير أولا أن أم المشكلات يا سادة يا كرام هو علاقة السلطة بالمجتمع، أم المشكلة. المجتمع الطبيعي، الدولة الطبيعية، كل الدول تمر بأزمات ومآزق كلها وتتجاوز، لكن الوضع الطبيعي إنه المجتمع ينتج السلطة. هلأ المجتمع بينتج السلطة عبر اختياره للسلطة بأي أداة من الأدوات، أدوات الاختيار، الانتخابات وطرقها وأشكالها، بل ويختار حتى صورة السلطة. ممكن يختارها ملكية، ممكن يختارها جمهورية، ممكن يختارها رئاسية. المهم إن المجتمع بلحظة تطوره بينتج السلطة المطابقة إله. يعني افترضوا انه انا امام دولة البنية تبعتها فلاحية فقط، الناس كلهم فلاحين، ودور المدينة لا قيمة له. من الطبيعي انه هذا المجتمع الفلاحي ينتج سلطة على قده من زعماء الفلاحين، حتى لو بدي يساوي انتخابات بيطلعوا الطبقة زعماء الفلاحين، زعماء الأشعار. إذن السلطة والمجتمع، السلطة قميص على قد المجتمع، لا بصير تكون لا أكبر من جسم المجتمع ولا أضيق من جسم المجتمع. أعطيكم مثال على ذلك. في بداية القرن تشكلت المملكة العربية السعودية، وتشكلت بالعشرينات أول دولة في بلاد الشام اسمها الدولة السورية. هلأ آل سعود عشيرة كبيرة قامت بعمليات صراع مع آل الرشيد ومع الهاشميين، وحدت السعودية وأقامت دولة ملكية بقودها ملك، وسمت المنطقة كلها السعودية. هذا كان تعبير عن مستوى تطور المجتمع السعودي. سوريا لا، كانت النخبة السورية جايبة فيصل وحطته ملك على سوريا، وساووا دستور ديمقراطي، أكثرية وأقلية وأحزاب سياسية، مساواة بين الرجل والمرأة وإلى آخره. مستوى تطور سوريا في ذلك الزمان أعلى من مستوى تطور بلاد الحجاز وعسير ونجد. إذن السلطة السورية كانت على قد المجتمع السوري. إجا الاستعمار الفرنسي ألغى هذه الدولة،
وبعد الاستقلال تقريبا تكونت الدولة بروح الدولة السورية سنة 1920 بعد استقلال سوريا ب46، يعني على قد المجتمع السوري وبرلمان وأحزاب سياسية وإلى آخره ومجتمع مدني، والمجتمع كان في حالة طبيعية. ليش؟ لأنه السلطة صارت قميص قد المجتمع، لا أنا أكبر ولا أصغر. هلأ اللي صار إنه المجتمع بتطور بتغير، الناس تتغير، المدن بتنشأ، الحاجات تتغير، طموحات الناس تتغير، علاقة الناس بالعالم تتغير، يعني المجتمع بتطور اقتصاديا. إذا كل ما تطور المجتمع لازم القميص يصير على قده. سويت انت انقلاب عسكري وحكمت، طيب انت حكمت بلد في لحظة من اللحظات كان ممكن تكون سويت قميص تقريبا ضيق شوي على جسد المجتمع، بس يعني مش كتير. المجتمع عم بتطور، عم بيكبر، حاجات الناس ما عادت هي الحاجات البسيطة، جزء كبير من القرى أصبحت مدن، اتغيرت عادات الناس، الأكل اتغير، يعني الفلاحين اللي كانوا بيأكلوا من أرضهم أصبح الأكل المديني جزء من أكلهم، هذا شيء متقدم. الأهداف تبع البشر، شعورهم بالحرية اتغير. طيب إذن المجتمع كبر، صار أضخم من السلطة اللي حاكميته، صار القميص أضيق من المجتمع بكتير. السلطة القميص هذا الضيق ممكن تشعر بخطر إنه هو ضيق كتير، ما عاد يمشي حاله، فبتمزق، لأنه القميص إذا لبسه واحد على طول هو عم بسمن وما شلحه بده يتمزق، هاي قال السلطة قميص. فإذا ممكن السلطة ترقع القميص، ترقع من هو باسم الإصلاحات، إنه يلا تعالوا نساوي إصلاحات شكلية، بس هذا الترقيع بيضل قميص مرقع بتمزق إمتى ما كان. لما بيوصل المجتمع إلى حالة كبيرة كبيرة كتير من إنه هو جسد أكبر بكتير من هالقميص، القميص بتمزق وما عاد في مجال لترقية. هلأ السلطة اللي هي قميص ضيق على المجتمع شو بدها تساوي؟ متوهمة إنه لازم المجتمع هو اللي يصير قد القميص، مش القميص يصير قد المجتمع. فبتحاول انه تقضي على تقدم المجتمع وتطوره وكبره بانه تعيده الى جسد نحيف. شلون بدك تعيد انت تواجه حركة موضوعية للمجتمع وتطوره؟ قرية كان عدد سكان 12,000 سنة 1970 في سوريا، بال2011 صار عدد سكانها 100,000 70,000. هي هاي القرية؟ لا، هاي صار إلها مشكلاتها وطرقها ومثقفيها ووعيها والتلفزيونات الفضائيات، ما عادت هاي القرية القديمة اللي انت حكمتها بعنصرين مخابرات، ما عاد تقدر تعيدها لتتلائم مع القميص الضيق، ما بيمشي الحال. هلأ العنف بيخوف بس ما بيساوي قميص قد المجتمع، خلاص ما بيغير المجتمع، ما بيقدر يغير جسده للمجتمع، ما بيقدر.
هلا لما المجتمع ضاق عليه القميص تمزع القميص. قميص اللي مزع عم بيدافع عن حاله مشان يبقى هو هو. هذا وهم، هذا احنا بنسميه الوهم التاريخي. الوهم التاريخي شو هو؟ هو الوعي بأن التاريخ يبقى جامدا ولا يتغير، انه ما في سيرورة تاريخ. بس الأخطر من هيك انه في ناس ضد القميص الضيق بدهم يعيدونا لقميص أضيق من القميص الحاكم، بدهم يستعيرونا قميص من الماضي، قميص بالي خالص. فلما بيكون عندي صراع بين جماعة القميص اللي تمزق والقميص القديم البالي، ما عاد الصراع ينتج شيء جديد، لأنه هذاك بده يأبد الواقع، بده يخليه مثل ما هو، واللي ضده بده يعيد الواقع إلى ما قبل مئات السنين. أيضا هذا نوع من الوهم التاريخي. الأوهام التاريخية يا سادة عندما تتصارع شو بينتج عنها؟ وهم، يعني ما بينتج عنها واقع، الواقع نفسه هذا وهم. فبصير المجتمع عم بيكافح ضد نوعين من الوهم، وهم السلطة القميص الممزق اللي ما عاد يترقع، خلص ما عاد يترقع، حتى ولو ما لو بذلوا كل الجهود لترقيعه ما يترقى من جهة، وناس بدهم قميص بالأساس بالي ما موجود خالص، خالص وقته، الجسم أقوى أعلى أوين أكبر منه بما لا يقاس. فبصير المجتمع بدي واجه قميصين، قميصين بدهم المجتمع يلبسهن، والمجتمع ما ممكن جسده يفوت بأي قميص، هذا القميص ضيق يا إخوان، ما عم بفهموا، قميصين هدول ضيقين. المجتمع لازم يخيط القميص بقماش جديد على قده يلبسه. شو بده؟ بده سلطة تأدي له كرامة، بده قماش من الكرامة. بده سلطة تأدي له حاجاته، بده قماش من الوعي بالحاجات. بده حرية، بده قماش يؤكد حرية السلطة بعلاقتها بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالسلطة. لذلك دون ما يتفق المجتمع على إنتاج قميصه المناسب إله، لا يمكن أن ينتقل المجتمع من مجتمع ميت راكد إلى مجتمع حيوي. والناس فاهمة هذه القضية، الناس فاهمة هذه القضية. هلأ أهم شيء إنه الناس تكون واعية لهالمسائل، تطرح على نفس السؤال التالي: ما هو القميص المناسب للمجتمع الجديد؟ لأنه المجتمع جديد، طور خلاص، ما عاد مجتمع قديم. مجتمع كان يعبي المي من الـ من الـ من البير مشان يشرب إلى مجتمع بيفتح العنفية وبيشرب، مجتمع بيفتح التلفزيون بيشوف مظاهرات في سياتل ضد الرأسمالية، وبيشوف نقد لرئيس دولته، رئيس الدولة من 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 حكم من الجمهور، ورئيس الدولة بضحك وما ممكن يعاقب، بزعل بس هذا ينزعل كمان، وبيقارن بين ديكتاتور تبعه. وين شلون بدك انت تنجب قناعة بنفسك اذا واحد شايف العالم الاجمل، لا سيما انه مجتمعك تطور؟
مجتمعك تطور. ذلك يا أيها الناس، أيتها السيدات، أيها السيدات، السؤال الحقيقي للوطن العربي كله، لسوريا واليمن والعراق وإلى آخره، لا تتعبوا حالكم بقميص ضيق بتدمروا المجتمع ولن تفلحوا في حكمه. خذوا النظام الطائفي في العراق الآن، طيب انتوا قضيتوا على ديكتاتورية صدام عبر قوة عسكرية أمريكية، مش التاريخ ما عاد نقدر نعيده، بس مش لازم يكون بديل أرقى من البديل من صدام؟ في حدا بيحكم بلد بعقل طائفي عم بيستنى المادي ينتقم من 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 قتلة الحسين السني؟ هذا قميص قديم، خذه. حوثي بدي عيد الإمامة لليمن، خلصت الإمامة، انتهت، صار قميص قديم. سوريا بعدهم بدهم يحكموا بالطريقة اللي سنها حظ الأسد، خلاص هاي بنية انتهت. بالعلم إذا نحكي علميا، البنية اللي بتنهار ما عاد تعود للحياة إطلاقا، البنية اللي بتنهار ما عاد تعود للحياة. لذلك في شيء سميته عنف البنية المحتضرة. البنية لما بتموت، يعني أي ناس لما بيكونوا بسموها بالعامية من حالات الروح، بيكونوا عارفين حالهم، يعني وضعهم صار صعب، فبصيروا يقاتلوا حتى الرمق الأخير من أجل البقاء. ليش؟ ليش لا تدفع ثمان تضحيات ودماء وخراب وتدمير من أجل البقاء، من أجل بقاء قميص اتمزق؟ ليش؟ مترك الناس تصنع قميصها بيدها وتكون أنت جزء في النهاية. المجتمع اللي أنتجك بيكون سهل، يعني الناس اللي أنتجوك بصوروا جزء بالأكثرية السياسية اللي حكيت عنها بالحلقة الماضية. لازم يفهموا كل هؤلاء أصحاب القمصان العتيقة والقديمة، الحاكمة أو التي تريد أن تحكم باسم قمصان قديمة، لازم يفهموا، والناس لازم يعرفوا إنه استعادة هذا الذي كان ضرب من المستحيل. هذه الدماء التي تسيل حرام، دعوا المجتمع ينتج سلطته بحرية ويكون هناك تقدم وتطور وغياب أحقاد. الأحقاد لا تصنع تاريخا، ما من فئة حاقدة قادرة على أن تحكم إلا انطلاقا من كره الآخرين له. خذوها قاعدة. شو صحيح الواحد ببداية أو بنربس، بس هيك التاريخ، يعني لازم يفهموا إنه التاريخ ما بيمشي كمان مثل ما بدهم الناس. إننا نصنع التاريخ، لكن لا نصنع كما نشاء تشاء أوهامنا. كل من يصنع التاريخ بناء على الوهم لا علاقة له بالتاريخ، بل هو مدمر للواقع وللتاريخ وللناس. انظروا إلى التراجيديا السورية، إنها ثمرت هؤلاء الذين يتوهمون البقاء إلى الآن. يأتيكم عند 9 مساء ويعاد 1 ظهرا على راديو أورينت.